الاتحاد الوطني الكردستاني، يعني تعقيبا على ما تفضلت به، يقول بأنه ما حدث هو خرق للنظام الداخلي نظرا للمادة 48 والتي تنص على عدم إدراج فقرة قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة. هذا هو تبرير الاتحاد الوطني، كيف تعلق؟ يعني هناك أيضا مسألة سلطات نائب رئيس برلمان كردستان في النظام الداخلي لبرلمان كردستان المعدل، يعني عدلت كم نقطة فيه في الآونة الأخيرة. هناك أيضا هذه السلطات التي تبين بأن نائب رئيس البرلمان يستطيع أن يترأس الجلسة، وأن مسألة تأجيل أو انعقاد الجلسة أو إلغائها أو تأخيرها يجب أن يكون بمبرر. هذه المسألة لا تحتمل أكثر مبررات، على الأكثر أن برلمان كردستان بقيت له عدة أيام وتنتهي ولايته. المسألة هي أكبر بكثير من مسائل تتعلق بالنظام الداخلي أو التبرير القانوني أو الترقيع أو الخرق القانوني فيما يتعلق بهذا الموضوع بكل صراحة. يعني انتخابات برلمان كردستان كان من الأجدر أن تجرى في 2022 على الأقل في شهر 10 أو في شهر 11، أجلت بطلب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الأخرى. مزيد من التأجيل لا يمكن أن يحتمله وضع إقليم كردستان. مسائل تتعلق بالمبررات القانونية، أنا أعتقد بأن المبررات هي سياسية وضغوطات من قبل الحزب، أي من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني على السيدة رئيسة البرلمان، أكثر بكثير مما هي مسائل قانونية أو تبريرات قانونية. بكل صراحة نعم، للاتحاد الوطني الكردستاني كحزب مناضل في الحركة التحررية الكردية وحزب له باع طويل في التاريخ النضالي وهو شريك أساسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، والمصير مشترك والطريق مشترك، الحق في كل ما يقول، في كل ما يريده أو في كل ما يبينه بأنه صحيح. ولكن هناك واقع يقول بأن التجربة السياسية في إقليم كردستان تنتقد اليوم من قبل الكثير من الأطراف الدولية بسبب تأجيل العملية الانتخابية. واليوم المبرر كان مسألة المكونات الدينية والقومية ومسائل تتعلق بالنفوذ الحزبي في هذا المكان أو ذاك. يعني لا. الحجج تتوالى شيئا فشيئا. لذلك بكل صراحة التبريرات التي أطلقت لا صحة لها ولا قيمة لها بكل صراحة، لأن مسألة الانتخابات مع أنها وجه من أوجه الديمقراطية لكنها مهم جدا لاستمرار العملية السياسية في الأقليم.